بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نتعلم كيفية تغيير ألوان الملفات كما تلاحظون هنا، أو حتى شكل الملف بذاته يمكن تغييره كما تلاحظون عند شكل قفل أو شكل علامة الممنوع هنا. ليس فقط يعني الملفات الموجودة على سطح المكتب، بل حتى الملفات الموجودة داخليا، الملفات الداخلية كما تلاحظون هنا عندي ملفات ملونة أيضا. إذا لهذا الغرض سوف أقدم لكم مجموعة برامج بالضبط، كلها تؤدي نفس الغرض. سأسلط الضوء أو أشرح برنامجين، والبرنامجين الآخرين أترك لكم اكتشافهما. إذا أول برنامج هو هذا فولدر ميكر كما تلاحظون. هذا البرنامج صغير جدا، شأنه شأن باقي البرامج. من هذه الأيقونة يمكنك اختيار الملف، وليكن هذا الملف نوفو دوسي 3. فقط تضغط هنا على هذه الأيقونة الجانبية فيعطيك الملفات أين توجد. اختار الملف الثالث كما قلت نوفو دوسي 3، هذا الملف الذي عندي، ثم أقوم بإجراء التغييرات عليه. أذهب إلى مين مثلا، لاحظوا بالضغط على هنا أصبح نفس يعني السهم الأخضر. وهنا لاحظوا معي فقط هنا القفل كما تلاحظون علامة زرقاء. أيضا يمكن تغيير اللون عن الضغط على Colors واختيار اللون الذي تشاء. لاحظ مجموعة الألوان مثلا الأسود كما تلاحظون. هنا أيضا يمكنك إضافة أشياء أخرى، مثلا هنا إذا كان الملف يحتوي على أقراص أو سيديات كما تلاحظون، ثم تغييره. أيضا بالنسبة للأطفال صغار دب صغير، أيضا هنا علامة قلب بالنسبة لأفراد العائلة. يعني يمكنك أن تختار ما تشاء من هنا. أيضا هنا عندنا User Icons، تلاحظون مجموعة من الأيقونات. يمكن أن أغير الملف إلى شكلها، مثلا شكل المكبرة أو شكل القفل أو شكل الكاميرا، أو حتى إذا كان يحتوي على صور مثلا الملف فيه صور أضغط على الصور كما تلاحظون حتى أتذكر يعني أن هذا الملف يحتوي على صور. من علامة Add أضغط عليها كما تلاحظون عندي مجموعة من الأيقونات هنا الأخرى، كلها يمكن أن أجعل الشكل أو الملف يبدو على أحد هذه الأشكال كما تلاحظون، أشكال كثيرة جدا. لاحظوا معي قائمة طويلة. تختار الشكل الذي تشاء بحسب نوع الملف. هنا مثلا أجعله سيدي، أختار سيدي كما تلاحظون تمت إضافته إلى الأيقونات أيكون، ثم أضغط أبلاي. بالفعل أصبح الملف على شكل سيدي، تقوم بفتحه يفتح بشكل عادي. أنت أصلا لست يعني محتاجا إلى فتح البرنامج للإقيام بجميع هذه العمليات، فيكفي اختيار الملف وليكن مثلا هذا الملف، ثم الوقوف عليه والضغط على زر الفأرة الأيمن ستجد هذه الكلمة ماركر فولدر، ثم يعطيك نفس المسائل. لاحظ معي التغييرات، تلاحظ دون ظهور السهم، فقط بالوقوف عليه ثم الضغط على زر الفأرة الأيمن ثم الذهاب إلى مارك فولدر كما تلاحظون، وتختار يعني الشكل الذي تشاء. لاحظوا معي أصبحت هناك دائرة زرقاء. هنا أيضا الألوان نفس الشيء، نختار اللون الذي نشاء كما تلاحظون، اللون الأبيض أصبح الملف لونه أبيض كما تلاحظون. نفس العملية أقوم بها مرة أخرى مثلا للحصول أو لإعادة الملف إلى شكله الأصلي، تضغط على هذه الأيقونة أو هذا الخيار هنا Restore Default، سيعيده إلى الشكل الأصلي كما تلاحظون. هذا هو الشكل الاعتيادي للملف أو اللون الأصلي. أيضا يمكنك يعني تخصيص لون خاص في حالة لم تعجبك الألوان الموجودة وأردت تخصيص لون بنفسك، تضغط على أو أعتذر يعني أيقونات، تضغط على More Icons تخصيص الألوان، يعني سنراها إن شاء الله في البرنامج القادم، فيعطيك يعني البرنامج الذي رأينا من قبل. هنا هذا هو البرنامج التالي. إذا في هذا الموقع نذهب إلى جوجل وتكتب فولدر كولورايزر،
كما تلاحظون فولدر كولورايزر، يعني وتختار أحد المواقع لتحميله، وليكن هذا الموقع softonic.fr. فقط تضغط على تيليشارجي أو داونلود، هذه العلامة الخضراء هنا، وسيتم تحميل البرنامج. برامج كلها يعني برامج صغيرة جدا، لن تأخذ إلا بضع ثواني. هذا البرنامج فقط يعني يكفي الضغط على الملف، ثم الضغط على زر الفأرة الأيمن وتختار، تجد هنا كولورايز يعني تختار الألوان. هذا الملف خاص بالألوان فقط، يعني ليس لا يمكن تغيير إلى أيقونات، تختار اللون الذي تشاء كما تلاحظون. هذا هو اللون كما تلاحظون، تم تغيير اللون بالفعل، يعني تختار اللون الذي تشاء من مجموعة الألوان. هنا تخصيص اللون كما قلت سابقا، يمكنك تخصيص اللون الذي تشاء بالضغط على Colors آخر خيار، فيعطيك هذه الشاشة هنا. من هذه الدائرة يمكنك تغيير اللون الذي تشاء. لاحظوا معي التغييرات التي تطرأ على الملف الجانبي، يعني تختار مجموعة ألوان تخصص بحسب تدرج البرنامج. هنا لاحظوا التغييرات التي تطرأ بمجرد تحريك هذا الزر هنا. من هذه الدائرة هنا يمكنك اختيار اللون الذي تشاء كما تلاحظون، تخصيص اللون. ومن هنا من هذه الأيقونة يمكنك تحريكه أيضا لتخصيص اللون كما تلاحظون، التدرج في الألوان، ثم تضغط Add Color لتتم إضافته إلى الألوان الأصلية الموجودة. هذا هو اللون الذي قمنا باختياره، بالفعل تمت إضافته إلى الألوان. ولإعادته إلى لونه الأصلي يكفي الضغط على زر الفأرة الأيمن، ثم الذهاب إلى الملف إلى البرنامج كولورايز، ثم هنا Restore Original Color. تلاحظون تمت إعادته إلى اللون الأصلي للبرنامج أو للملف. إذا هذا هو موقع البرنامج كما تلاحظون، فولدر ميكر، هذا البرنامج الأول ميركل.com. روابط المواقع جميعها تجدونها أسفل الفيديو كالعادة. من هنا يمكن تحميل النسخة المجانية، نفس البرنامج الذي أشتغل عليه. هذا هو رابط الموقع كما سبق لي وأسلفت. هنا أيضا هذا موقع البرنامج الثاني الذي رأينا، وهنا هذان البرنامجان الأخيران، يعني أترك لكم واكتشافهما. نفس الخصائص البرنامجين الأولين، موقع البرنامجين أيضا تجدونهم أسفل الفيديو إن شاء الله. يمكن تحميل النسختين الأولى والثانية. إذا هذا كل شيء، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن قدر الله البقاء واللقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.